السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بقناة ماي لافلي تويز. اليوم معي محمد. اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. رح نشوف سوا هدول السيارة، نفتحهم مع بعض. مصفوفين بشكل دائري مثل اطار السيارة او دولاب، ويلا نفتحهم مع بعض. ساعدني محمد. في صورة هون، صورة السيارة. هي بعد ما فتحنا العلبة، هلا محمد كمان حيورجينا اياهم ونتعرف على الوانهم اكثر. يلا قلنا محمد تعال. بنفسجي. ازرق. أسود. أخضر. أصفر. أحمر. المجموعة جاية هي كل سيارة في منها لونين. نفسهم. شو أكتر وحدة حبيتها محمد؟ الزرق أو البنفسجية. كلهم في منه سيارتين، الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والبنفسجي والأسود. شو رأيك بالمجموعة محمد؟ حلوين كلهم، خاصة الحمراء، لأنه هي بتشبه لندر بنزين. طيب يلا خليه يبلش السباق. واحد، اثنين، ثلاثة. هاي كانت مجموعتنا لليوم، 12 سيارة ملونة. إن شاء الله تكون عجبتكم مثل ما عجبته لمحمد. إذا عجبكم الفيديو شاركوه مع رفقاتكم، ما تنسوا تحطولنا لايك، ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم. السلام عليكم. باي.